الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانية سبل تعزيز العلاقة الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. أنباء عن استعداد قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي للموافقة على مقترح المبعوث الدولي إلى اليمن بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة. زعيم كوريا الشمالية يعزل أكبر ثلاثة مسؤولين عسكريين قبل أيام من القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة على شاشة النيل. مرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش، الذي نقل لسيادته تهنئة الرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة لسيادته. تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في ضوء التحديات الإقليمية الحالية. في سياق متصل، أكد الرئيس السيسي تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السوداني الشقيق، متمنيا دوام التوفيق وسداد الخطى لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذة أسماء، قراءتك لهذا اللقاء الذي جمع ما بين سيادة الرئيس ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانية. نعم بالطبع، استقبال السيد الرئيس للمسؤول السوداني رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح جوش يعبر عن الخطوات الكبيرة التي تخطوها العلاقات المصرية السودانية من أجل تعزيز الروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما أوثق العلاقات في الماضي وفي الحاضر، ويجب أن يكون كذلك أيضا في المستقبل. هناك علاقات كبيرة تربط الشعبين والبلدين ويجب أن يتم تعزيزها في جميع المجالات. هناك أيضا قضايا مشتركة بين البلدين يجب أن يتم بحثها والتنسيق والتشاور بشأنها، وهناك وهذا هو الأهم قضايا إقليمية عاصفة سواء في المنطقة العربية أو في القارة الأفريقية يجب أن يتم بحثها. العلاقات المصرية والسودانية هي حجر الزاوية في العلاقات العربية والعلاقات الأفريقية، ويجب أن يتم دعمها وتعزيزها على الدوام، وهذا ما تفعله مصر الآن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشأن الإفريقي. تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية. يأتي هذا غدا أداء نحو 656 ألف طالب وطالبة أول امتحانات للدور الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارة التعليم والتربية والتعليم. انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي على مستوى الجمهورية لعامي 2017-2018 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام الامتحانات، والتي ستستمر حتى أول يوليو القادم. وأدى نحو 657 ألف طالب وطالبة الامتحان وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى. الامتحان كان سهل، امتحان العربي كان سهل وامتحان الدين كان سهل، والحمد لله يا رب تفضل كل كده اللي جانا على طول كده يا رب عشان ننجح ونجيب مجموع ونخش الكليه اللي احنا نفسنا فيها. كان سهل والله جدا، ما فيهوش ولا يعني ممكن تكه واحده بالكتير قوي ده لو موجوده اساسا. النحو اللي كنا خايفين منه جه سهل برده ومش صعب خالص. في بعض النقاط يعني اللي كانت محتاجه تفكير شويه، بس الحمد لله يعني الامتحان كان من نوع المقبول. وفروا لنا كل حاجه، كان ما فيش دوشه ولا اي حاجه، كان كله هدوء، كان ما فيش غش عامه.
ورأى أولياء الأمور أن امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يعد في مستوى الطالب المتوسط، آملين أن يكون مستوى باقي الامتحانات القادمة مثل مستوى اللغة العربية. بحس ان احنا اللي بنمتحن مش هم، يعني انا من الصبح بدري وانا قلقان من امبارح ما نمناش، حاسين ان احنا اللي رايحين نمتحن مش هم اللي رايحين نمتحن. فرحانين جدا، الامتحان جه بيقولوا مستوى كويس جدا، الامتحان سهل جدا العربي، ودي نفس النظام، واتمنى يجي الامتحانات الجايه نفس السيستم كده. صرح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي، صرح بأنه تم إغلاق 3 صفحات للغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. ده لولا تآزر وتكاتف السادة المعلمين وزملائنا المعلمين ورؤساء اللجان ما كان ليخرج هذا اليوم بهذا الشكل. الحقيقة بشكر كمان الهيئة الفنية واضعة امتحان اللغة العربية، لأن الامتحان مطابق فعلا للمواصفات ولم يشتكي منه الطلاب، وسمعنا اتحاد الطلاب، غرفة عمليات اتحاد طلاب مصر، وأكدوا أن الامتحان في ضوء الطالب المتوسط ولم تصدر منه أي شكاوى. أشاروا إلى أنه تم التوصل إلى الطالب الذي قام بتصوير أجزاء من ورقة امتحان اللغة العربية ووضعها على مواقع التواصل وهو بمحافظة المنوفية، وتم التوصل للطالب عقب 2 دقيقة من قيامه بالأمر. أسماء حسن، النيل. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي حرص الدولة على رعاية أصحاب المعاشات ومطالبة مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيه ليرتفع إجمالي الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليار و500 مليون جنيه. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وزيادة المعاشات في الموازنة العامة للدولة 2018-2019. كشفت مصادر سياسية يمنية عن إبداء قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي استعدادها للموافقة على مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفس بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة. بدوره أبلغ المبعوث الأممي قادة في ميليشيات الحوثي خلال مباحثاته الراهنة في صنعاء بمبادرة تسوية سياسية تبدأ بالانسحاب التام للميليشيا من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي كخطوة أولى تسبق مشاركتها غير المشروطة في مفاوضات الحل السياسي. كان المبعوث الأممي إلى اليمن قد التقى مسؤولين في حكومة الحوثي في صنعاء غير المعترف بها دوليا، مؤكدا أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني. ميدانيا، قتل 15 عنصرا من ميليشيا الحوثية في قصف التحالف العربي على تعزيزة للحوثيين في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن، كما شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وأهداف للحوثيين بالساحل الغربي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرهم. في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي تحرير مدينة الحديدة بأنه ينطوي على أهداف استراتيجية أهمها قطع شريان الإمدادات عن الميليشيا الانقلابية والقادمة من ميناء الحديدة. المعارك على أشدها في كافة ربوع اليمن لإنهاء الحرب والقضاء على ذلك التمرد الحوثي الذي زاد من معاناة المواطن اليمني البائس. مقاتلات ومدفعيات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق عدة على جبهة الساحل الغربي لليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات المتمردة. مصادر عسكرية أكدت مقتل 70 عنصرا من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات
مقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، وذلك في ظل التقدم الميداني المتسارع باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي. كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر 21 عنصرا من ميليشيات الحوثي وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي، والعثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين بعد فرارهم من ساحات القتال وخلال عمليات تمشيط واسعة في المناطق المتاخمة لمدينة الحديدة. الحوثيون يعيشون حالة من الفزع في الحديدة، وقاموا بنصب عشرات الحواجز الأمنية في محاولة لعرقلة قوات الجيش الوطني في السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها. المدينة تشهد أيضا معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية منذ انطلاق معركة تحرير المدينة والميناء في منتصف مايو الماضي. ويعد الميناء البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات من الدول العربية والأوروبية إلى المدينة، بالإضافة إلى أنه المركز التجاري الرئيسي في اليمن والذي يتحكم في أكثر من 70% من واردات الدولة. أعلن الجيش السوري إحباط تسلل وهجوم لمجموعة إرهابية من تنظيم داعش على قرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقية، حيث أوقع بين صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدة من الجيش السوري اشتبكت مع مجموعة إرهابية من داعش تسللت من محور قرية الشعفة ومدينة هجين الواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي. كما أحكمت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الموالية لها السيطرة الكاملة على حوض الفرات بعد أن قضت على آخر تجمعات داعش في مدينتي البوكمال والميادين والقرى والبلدات التابعة لهما. لقي 48 مهاجرا حتفهم قبالة الشواطئ التونسية بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، فيما تم إنقاذ 68 شخص. وأفادت مصادر تونسية أن زورقا كان ينقل نحو 200 شخص انقلب قبالة الشواطئ التونسية بسبب تحميله لأضعاف حمولته، إضافة إلى عدم احتوائه على أدنى مقومات السلامة. وعلى الطرف الشرقي من البحر المتوسط لقي 9 سوريين من بينهم 7 أطفال حتفهم قبالة سواحل تركيا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا إثر غرق المركب الذي كان يقل 15 شخصا، تم إنقاذ 6 منهم. دشنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مشروع الحزام الآمن للحد من تلوث بحيرة قارون للحفاظ على الحياة المائية والثروة السمكية. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر مباشرة من هناك مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو تفضل. تحياتي لك هبة والمشاهدين الكرام في كل مكان. بالفعل نتواجد من منطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. هذه البحيرة التي يعني تعد إحدى الأماكن التي تمثل الثروة السمكية في مصر بشكل كبير، ربما في الأيام أو في الأوقات القليلة الماضية تعرضت لهجوم لاذع من قبل العديد حول تلوث المياه هنا، ويعني وصل هذا الهجوم إلى أنه ربما تصل الأمور إلى القضاء على الثروة السمكية هنا في منطقة بحيرة قارون وعلى الحياة المائية بشكل عام في هذه المنطقة. ومن هنا يعني كانت وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها كان لها دور في إنشاء أو في تدشين مشروع الحزام الآمن الذي يعمل على الحفاظ على الثروة السمكية والحياة المائية في هذه المنطقة الهامة. دعونا يعني نعرف المزيد من التفاصيل من خلال المهندس مدحت منصور مدير منطقة الفيوم ببحيرة قارون. برحب بحضرتك يا باشمهندس. على أهلا أهلا بحضرتك. يعني اشرح لنا بشكل أكثر تفصيلي مشروع الحزام الآمن. فكرة مشروع الحزام الآمن هو إنشاء قناة تحافظ أو تم تجميع فيها جميع المصارف، لأن بحيرة قارون بمصدر التلوث الأساسي فيها هو مصادر التلوث عن طريق المصارف، مصرف البطس ومصرف الوادي وبعض المصارف الفرعية.
تم عمل قناة لتجميع نواتج المصارف التي تقوم بالصب مباشرة على بحيرة أرون، يتم تجميعها في قناة محددة بأبعاد ومسافات ومساحة محددة تستوعب كمية ناتج المرسبات المواد الصلبة والمرسبات التي يتم تدفقها عن طريق مصرف البطس وعن طريق المصارف الفرعية، ليتم دخولها تباعا بعد كده للبحيرة عن طريق فلتر زلطي ميكانيكي. الفلتر الزلطي الميكانيكي بيمنع دخول المواد الصلبة أو الشوائب إلى داخل البحيرة، فيمنع دخول الملوثات، بالتالي دخول المياه بتكون منقاة مزودة ببدلات لتقليل نسبة الأمونيا وتزويد نسبة الأكسجين وترسيب المواد الصلبة في قاع الفلتر لتسهيل دخول المياه بدون أي شوائب وبدون أي عوالق، بحيث أنه هو يقدر يحافظ ويعمل امتداد ويقلل نسبة الملوحة ويعمل امتداد للثروة السمكية داخل بحيرة أرون. إذن كده بنقدر نقول إن إحنا بنوصل المية بدون شوائب وبدون أي مخلفات صلبة أو غيرها للبحيرة، بحيث إن البحيرة تقدر تحافظ على نقائها طول الوقت. دي حقيقة، فعلا ده حقيقة، بنمنع نزيف الصرف الصحي داخل بحيرة أرون. طيب في جزئية أخرى يعني حضرتك ذكرتها لي منذ قليل، وهي فكرة أحواض للزريعة، يعني إيه قصة الزريعة؟ المشروع فكرة الحزام الأمن لحيرة أرون هو مشروع مكون من مرحلتين. المرحلة الأولى هو إنشاء قناة شعاعية بطول 4 كيلومتر يتم تجميع فيها المصارف، مصرف البطس والمصارف الفرعية. المرحلة الثانية هو الاستكمال للمرحلة الأولى بمسافة. دي بدأت ولا لسه؟ بدأنا فيها، شغالين فيها دلوقتي. المرحلة الأولى انتهت بالفعل وإحنا انتهت بالفعل وتم تسليمها. احنا بادئين دلوقتي في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى فيها استكمال. الاستكمال اللي هو إنشاء أحواض لتحضين الزريعة لتسهيل دخول الزريعة للبحيرة، يتم وضع الأسماك فيها، الزريعة فيها، ويتم تحضينها لفترة محددة، ويتم بعد كده إلقاءها داخل البحيرة لتوائم المية مع السمك اللي بيكون منقول من بحيرات تانية ومنقول من البحار اللي داخل أحواض التحضين. بالتالي تم عمل إنشاء مرسى منشيط طنطاوي، المرسى ده اللي هو موجود حاليا وبتم الانتهاء، جاري الانتهاء من عمل تكريكه، في خلال شهر هيكون منتهي. المرسى ده هيكون خاص بخدمة الصياد، بالإضافة إلى المبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة أرون، المبنى اللي هيكون فيه كل حاجة تخص الصياد، من كل كماليات الصياد، من أدواته، من كل حاجته تخصه، بصلاة الفرز، بالبيع، بكل حاجة تخص الصياد، ده خدمة للصياد. والمرسى ده هيكون إن شاء الله في خلال شهور قليلة جدا هيكون تم الانتهاء منه، تزامنا مع بداية المرحلة الثانية والانتهاء من مشروع الأحواض تحضين الزريعة. السؤال الأخير باشمهندس لحضرتك، هو مساحة المشروع هل هي على امتداد القناة بطولها، على امتداد عفوا البحيرة بطولها، والمدة الزمنية اللي سينتهي فيها المشروع بمرحلتيه تماما؟ بالنسبة للمشروع هو واخد امتداد المصارف، المصرف البطس والامتداد المصارف الفرعية عن طريق يعتبر ضلع واحد من البحيرة، هو أكتر ضلع فيه النزيف وفيه كل الملوثات بتدخل عن طريقه، فيعتبر إن احنا بنقدر حزم البحيرة بالستة كيلو أو ستة كيلو ونص اللي هنفدي في امتداداتهم، فكده نبقى أنا حزمت البحيرة. المدة المحددة اللي انتهى من المشروع حضرتك، احنا بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، المدة المحددة للمشروع نوعيا توصل لسنتين ونص، لكن بناء على تعليماته هو حدد لنا مدة سنة ونص ان احنا نقدر ننهي فيها المرحلة الثانية تباعا مع المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى انتهت بالفعل. فاضل منها قد ايه؟ فاضل السنة ونص، فاضل منها دلوقتي بنتكلم احنا لسه بادئين فيها 15/4، ان شاء الله يعني في سنه ونص بكتير، يعني احنا نقدر نقول المده هتكون منتهيه قريبه جدا، وهنقدر ننتهي من المرحله الثانيه بحيث ان احنا نقدر نمنع نزيف الملوثات داخل بحيره قارون. مهندس مدحت منصور مدير منطقه الفيوم بحيره قارون، بشكرك جزيلا. الله يخليك، شكرا شكرا. شكرا موصول مشاهدينا الكرام، وعوده من جديد وهيبه حسين واستوديو النيل. يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم زيارة إلى ألمانيا في مستهل جولة أوروبية تستمر 3 أيام، يسعى خلالها إلى إقناع الأوروبيين بتبديل موقفهم المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران. كان نتنياهو قد صرح قبل الجولة بأن الطموحات النووية والتوسع الإيراني في الشرق الأوسط هي مسائل حيوية بالنسبة لأمن إسرائيل، وينبغي منع إيران بأي ثمن من تطوير أي قدرات نووية. أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم، فيما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون لقمة تاريخية في 12 من الشهر الجاري في سنغافورة. ولم يعلن المسؤول الأمريكي عن هوية المسؤولين الكوريين الشماليين الذين تم عزلهم، في حين أشارت وكالة أنباء كوريا الجنوبية
إلى أنه تم عزل وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري ومدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي في كوريا الشمالية. ويعتقد خبراء عسكريون في كوريا الجنوبية أن السبب وراء العزل هو معارضة الجيش للقرارات السياسية الأخيرة بشأن التعهد بالتخلي عن الترسانة النووية التي يعتبرها مصدر قوة للبلاد. قال محامي رئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جالياني، قال إنه قد يكون لرئيس الأمريكي صلاحية العفو عن نفسه في مواجهة اتهامات التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، لكنه أكد أنه لن يلجأ إلى استخدامها. واعتبر المحامي أن التداعيات السياسية لاستخدام تلك الصلاحية ستكون قاسية وقد تؤدي إلى عزل ترامب فورا من رئاسة البلاد، مستبعدا في الوقت نفسه موافقة ترامب على استجوابه من قبل المدعي الخاص روبرت مولر الذي يقوم بالتحقيق في القضية. فاز الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني المناهض للمهاجرين بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحزب الديمقراطي حصل على نسبة 24.5%، إلى أن معظم الأحزاب الأخرى أعربت عن معارضتها للانضمام لائتلاف مع الحزب الديمقراطي على تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية. قضية الهجرة التي كانت موضوعا أساسيا خلال حملات المرشحين في الانتخابات التشريعية في سلوفينيا أصبحت رهانا رابحا ليست في هذا البلد فحسب بل في دول أوروبا، حيث تقدم رئيس الحكومة المحافظ السابق يانيس يانشا على منافسية وحاز على أكثر من 25% من الأصوات متقدما على المرشح المستقل ماريان ساريتس الذي حاز على أكثر من 12%. نحن راضون عن هذه النتيجة، سنبذل أقصى ما في وسعنا للمساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة كافة الأحزاب. كما حصل حزب رئيس الوزراء المنتهي ولايته ميرو سيرار على نحو 9.5% وراء حليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي نال نحو 10%، فيما حصل حزب ليفيكا اليساري على أكثر من 9%، بينما تعهد رئيس الحكومة المحافظ السابق يانيس يانشا بالعمل على أزمة اللاجئين التي تعاني منها بلاده وتوحيد البلاد وتشكيل حكومة قوية. سنفعل أي شيء لتشكيل حكومة قوية ومستقرة من أجل مصلحة شعب سلوفينيا، ولو فشلنا سنطالب أي شخص آخر بإنجاز هذه المهمة بغض النظر عما إذا كان ذلك من الحكومة أو المعارضة. ويعد يانشا الحاضر على الساحة السياسية السلوفينية منذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في عام 1991 منشقا سابقا وشخصية مثيرة للجدل، وقد يكون عليه إجراء مفاوضات شاقة لتأمين غالبية حكومية. تظاهر المئة في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بانتخابات برلمانية وانتخاب رئيس وزراء جديد. يأتي ذلك بعدما نجح الاشتراكي بيدرو سانشيز في الوصول إلى سدة الحكم في إسبانيا، وأدى اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة. بعدما نجح الاشتراكي بيدرو سانشيز في الوصول إلى سدة الحكم في إسبانيا وأدى اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة، تظاهر المئات للمطالبة بانتخابات برلمانية وانتخاب رئيس وزراء جديد. المتظاهرون قالوا إن سانشيز لا يمثل الشعب الإسباني وإن رئيس الوزراء يجب أن يأتي عن طريق انتخابات برلمانية وأن يفوز حزبه بالأغلبية. لقد أتينا هنا للمطالبة بإجراء انتخابات. لقد عبرنا عن أنفسنا، نحن غير موافقين على الحكومة الجديدة. تشكيل حكومة جديدة ليست على أساس انتخابات برلمانية أمر غير مقبول. ولقد اضطر سانشيز الذي لم يعد نائبا وبالتالي لا يمكنه اعتلاء منبر البرلمان ولا يشغل حزبه سوى 84 مقعدا، اضطر للتحالف مع الانفصاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين لإطاحة ماريانو راخوي بعدما اتهم حزبه في قضايا فساد. لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة
تبدو غير مستقرة، غير أن سانشيز وعد بالتصدي لكل التحديات التي تواجهها البلاد وأن تكون أهم أولوياته احترام تعهدات مدريد أمام الاتحاد الأوروبي بخفض العجز. أطلقت الشرطة الألمانية رصاص وجرحت مواطنا نمساويا كان يلوح بسكين داخل كاتدرائية في وسط العاصمة برلين. أعلنت الشرطة أنه لا يوجد مؤشر فوري يدل على أن ما كان يقوم به هذا الشخص الذي يبلغ من العمر 53 عاما له صلة بالإرهاب. كان شخص قد قام بالتلويح بسكين في منطقة المذبح بالكاتدرائية، بما دفع موظفي الكاتدرائية إلى الاتصال بالشرطة وإخراج نحو 100 زائر من المبنى بأمان. ارتفع عدد ضحايا ثوران بركان فويغو الشديد النشاط في غواتيمالا إلى 25 قتيلا على الأقل و20 مصاب. وأدى الرماد المنبعث من البركان والذي يبلغ ارتفاعه نحو 3800 متر والواقع على بعد 35 كيلومتر من العاصمة أدى إلى إغلاق المطار الدولي. وقامت قوات الحماية المدنية بإجلاء 2000 شخص من محيط موقع البركان حتى الآن. تطوع أكثر من 1000 شاب في جميع أنحاء الأردن لتنظيم حفلات إفطار للأيتام وتوزيع صناديق طعام على أسر فقيرة. هذه المبادرة التطوعية الإنسانية باتت بمثابة شريان حية خلال الشهر الكريم وما بعده بالنسبة للكثير من الأسر الأكثر فقرا في البلاد. لدعم أشد الفئات ضعفا خلال شهر رمضان، تطوع أكثر من 1000 شاب في جميع أنحاء الأردن لتنظيم حفلات إفطار للأيتام وبتوزيع صناديق طعام على أسر فقيرة. وفي كل ليلة بالعاصمة الأردنية عمان يتجمع الأطفال من مختلف دور الأيتام ومخيمات اللاجئين في خيمة لتوزيع الوجبات عليهم. يوم تشوف الطفل مبتسم وعم يعني هو جاي ينبسط وإحنا جايين نبسطه أكثر وأكثر، ويوم ما أنت تشوف هذا الإنجاز قدامك عم يعني بتعطي كل اللي عندك وعم بتسوي كل هذا الإشي بتشوفه قدامك، يعني سبحان الله بتحس إنه أنت محتاج له مش هو المحتاج لك. رائع يلا. المتطوعون يضعون خطة للفعاليات الترفيهية للأطفال وجمع التبرعات في الوقت نفسه، والهدف الأساسي ليس فقط توفير الطعام بل تنظيم أنشطة تساعد الأطفال على النمو والتطور. تارجتنا هاي السنة هو عبارة عن إطعام 276 ألف مستفيد حول المبنى. هاي السنة فكرنا بفكرة جديدة، كيف إنه إحنا 276 ألف بدنا نستقبل، فقررنا إنه نخلي تارجت على كل واحد فينا. تلك الأعمال والمبادرات التطوعية الإنسانية باتت بمثابة شريان حياة خلال الشهر الكريم وما بعده بالنسبة للكثير من الأسر الأكثر فقرا في البلاد. ختام النشر عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. أنباء عن استعدادات لقيادة بارزة في ميليشيا الحوثي للموافقة على مقترح المبعوث الدولي إلى اليمن بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة. زعيم كوريا الشمالية يعزل أكبر 3 مسؤولين عسكريين قبل أيام من القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي. نهاية النشرة، تفاصيل أكثر على nile.eg بعد قليل القراءة في الصحف. وتجابه أقوى تنظيم سري في العالم. ده معناه إن إحنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. إحنا قادرين نهزم الإرهاب
ونهزم المجرمين ونهزم القتلة ونهزم المخربين. لن يستطيع أحد بإذن الله النيل من هذا البلد.